21، لكن الحين كم بعدنا؟ قربنا على 100 بعد 21، وصلنا إلى 126، لكن خطورة صينية، محاولة خطيرة، هدف التعادل يأتي للمنتخب الصيني. وحذرنا من تشاو كوري اللي سدد كرة في العارضة، راحت الأولى والثانية وصلت في الشبك. يا جماعة بنفس الطريقة يتنفس كاماتشو المدرب الإسباني مع هذه الكرة، بنفس الطريقة ترى اللي راحت منها رجعت في العارضة. الكرة الآن ادخلت من نفس اللاعب، ادخلت فيه لأن العمق ما في موجود أعتقد أحد، بالتالي سجل تشاو كوري هدف التعادل هدف للمنتخب الصيني، وبالتالي تشاو كوري فرحة.